حول الصراع على منصب رئاسة الجمهورية في العراق في ظل عدم توافق الكتل السياسية الكردية على مرشح واحد، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. أهلا بك سيد كاظم معنا. في البداية يعني وبحسب مصادر سياسية فقد أتمت القوى الكردية الاتفاق على ترشيح عبد اللطيف رشيد لمنصب رئاسة الجمهورية قبل أن تعود ويتمسك الاتحاد الوطني بترشيح برهم صالح. السؤال هنا، هل ترى احتمالية توافق على مرشح الرئاسة؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا المناورات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة ما بين الأحزاب عامة، سواء كانت من قبل خاصة إطار التنسيقي من حيث التصريحات المتبادلة، وجعل ضغط كبير وشديد خاصة على حزب الديمقراطي الكردستاني من أجل أن يعطي بعض المرونة في ترشيحاته أو في اختياراته في شأن منصب رئيس الجمهورية، حيث أن الجميع يعلم أن حزب الديمقراطي الكردستاني كان مصر وثابت على موقفه بمرشحه الوحيد سيد ريبر في هذه المجال. ولكن اليوم جاءت قراءة حزب الديمقراطي الكردستاني لمشهد الصلب من قبل الإطار التنسيقي وحلفائه الجدد من السيادة، بأنهم ماضون باختيار شخصية من الاتحاد الوطني، وسوف لن تكون هناك يعني الميل إلى اختيار مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. هنا بدأ الحزب يفكر أنه سوف لن ينال هذا المنصب من قبل الإطار، ويحدث سيناريو 2018 عندما دخلوا إلى قبة البرلمان وخرق حينها جانب من الإطار التنسيقي، الاتفاقيات المبرمة ما بين الطرفين، واختاروا مرشح الاتحاد الوطني. فاليوم الأنظار كذلك تتجه إلى اختيار مرشح الاتحاد الوطني، وإصرار الاتحاد الوطني على دكتور برهم صالح تأتي يعني كهدية من قبل إطار التنسيقي على مواقفهم معهم، في حين كان هناك تحالف الثلاثي عندما أراد أن يشكل حكومة أغلبية سياسية انضم الاتحاد الوطني في لحظات عصيبة من تاريخ العملية السياسية أو تشكيل حكومة عراقية قبل أشهر من الآن، انضم إلى إطار التنسيقي. فاليوم لابد أن يقوم إطار التنسيقي بإيفاء هذه التعهدات للاتحاد الوطني. أستاذ كاظم، يعني في ظل تصاعد أزمة تسمية مرشح الرئاسة، ائتلاف المالكي يؤكد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب ترشيح ريبر أحمد واتفق على ترشيح عبد اللطيف رشيد. السؤال هنا، هل يصبح رشيد مرشحا توافقيا للبيت الكردي؟ هل هذا وارد الحدوث؟ طبعا هذا الأمر، التسوية ممكنة في لحظات أخيرة، ولكن الرأي الرسمي لحد الآن لم تصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل نهائي عبر يعني ناطق الرسمي باسم الحزب، أو يعني فيان دخيل أو فيان صبري في البرلمان العراقي الناطق باسم الكتلة حزب الديمقراطي الكردستاني، هذا الشيء لحد الآن لم تحصل. ولكن التسويات السياسية ممكنة في لحظات الأخيرة، لربما تكون هناك مفاجآت من نوع آخر، ولكن المؤشرات بشكل عموم لا تبشر بالخير. الجلسة أن تعقد غدا بهذه الأجواء متشنجة، هذا في داخل البرلمان. أما إذا أخذنا جانب الشعبي
أو التيارات لكن على المنسحبة أي من أساس تم البرلمان. الاتفاق على تحديد جلسة تعقد غدا الخميس أستاذ كاظم؟ على أي أساس تم الاتفاق على تحديد هذه الجلسة على الرغم من أن الحديث عن التوافق الكردي هو ما برمج الجلسة وحدد موعدها بحسب قيادات كردية؟ طبعا هذه حجة واهية عندما يطلقون أن لابد أن يكون هناك التوافق ما بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد. السؤال، لماذا الإطار والتيار الصدري لماذا لم يتوافقوا على مرشح واحد لرئيس الوزراء؟ نعم. لماذا هم لم يتفقوا ويفرضون هذه الآلية العرجاء على الحزبين الكرديين؟ فما يصح لهم لابد أن يصح لغيرهم، وما لا يصح لهم لابد أن لا يصح طيب في لغيرهم. ظل هذا إذا الخلاف سيد كاظم، في ظل وضحت الفكرة فيما يتعلق بموضوع سبب الجلسة ووجود خلافات في الإطار التنسيقي وكذلك في المقابل الحديث عن خلافات بين الحزبين الكرديين كما تفضلت، السؤال الآن يعني في ظل هذا الخلاف على تسمية مرشح كما تحدثت، السؤال هنا هل ترى من مخرج للأزمة السياسية في العراق في ظل الظروف السياسية الحالية؟ طبعا إذا سلمنا بأمر الواقع والواقع هي مرير، طبعا هذه العملية الآن تجري بعيد عن الدستور العراقي، بعيد عن المطالب الشعبية واعتصامات والتيار الصدري وحتى أمم المتحدة، الكل هؤلاء الذي ذكرتهم يريدون حوار والتسوية السياسية بعيدة عما يريده ويطلبه الآن إطار التنسيقي من استحقاقات دستورية. استحقاقات دستورية انتهت في 6/4/2022، نعم ولكن إذا يعني كنا واقعيين وعلى سبيل الفرض هم ذاهبون إلى تشكيل الحكومة، يبدو أنهم متفقون فيما بينهم إلى هذا الأمر، فلتكن هذا شكرا. الأمر فيما بينهم ماضيا، ولكن التسويات الممكنة في هذه المرحلة أو غدا إذا صوت على تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس الجمهورية، فبجانبه إذا صوت مجلس النواب العراقي على حل نفسه في نفس اليوم في نفس يعني في سلة واحدة بعد 6 أشهر من غد، يعني بتاريخ غد، حينها سوف يكون هناك تطمين جزئي للشعب وضحت العراقي الفكرة. لإطارات أخرى أن البرلمان يعني جاد في حل نفسه نعم. وليس تسويفا وتبريرا والبقاء في السلطة ثم يعني شكرا. أخذ الدولة لهم مرة أخرى كما فعلوا في 2019. شكرا جزيلا لك ضيفنا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور.